موطني موطني الجلال. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فلا بد من القيام بالدولة المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. سبحان الله، دائما بحاولوا يحكوا على أسيادهم وهم أساسا ناس جبناء، ناس متصهينين ومطبعين مع الصهاينة. طبعا إن فترة بنشوف فيصل القاسم الصحفي السوري اللي عم بيهاجم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، وبفكر حاله عامل نفسه شريف وبفكر حاله شريف وبيهاجم في أسياده، لكن مش عارف إنه بلد الجزائر هي بلد عظيمة لا يمكن أن تهاجم من أي شخص متصهين أو مطبع مع الصهاينة. في فيديو هذا اليوم، وقبل ما نبلش، إذا أنت بتحب ابن فلسطين ادعمنا هذه الحلقة بالتحديد لنوصل للعالم أجمع فضائح هذا الخائن العميل فيصل القاسم الذي تطاول على رجال الجزائر وأبطال الجزائر وشعب الجزائر العظيم. حنفرجيكم بالصورة وبالصوت فضائح مسربة من صحفي جزائري لهذا العميل، طبعا بالصوت وبالصورة والصور الموجودة له وهو بين الإسرائيليين، وهو أصلا من أصل يهودي اللي اتضح. خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو ومنتم نكمل معكم هذه الحلقة. لكن في البداية بنأكد القدس حضلها عاصمة لفلسطين، والجزائر ستبقى أسياد الجميع بإذن الله تعالى وأسياد الأمة العربية. وتحيا الجزائر وتحيا فلسطين. تعالوا مع بعض نشوف فيديو اليوم. هذا المتصهين هذا يا دكتور المزعوم فيصل القاسم اللي ما خداش العبرة من اللي قبلوا أمثال الريسوني اللي يتكلم على الجزائر ونساب اللي الجزائريين لحمهم مر، يعني لحمهم مر، وما كانش واحد تجرأ على هذا الشعب وهذا الأرض. هذه أرض المليون ونص مليون شهيد وأرض البطولات، ما كانش واحد تجرأ على هذا الأرض هدية يعني، وخرج على خير في الأخير. والعبرة في الريسوني اللي يتكلم، اللي كان رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في ليلة وضحاها، صار مستقال مقال، يعني ماشي مستقيل، مستقال يعني مقال بطريقة تظهر وكأنها استقالة، يعني اضطر على الاستقالة. هذا دكتور القاسم، هيا نروحوا لهذا دكتور فيصل القاسم المزعوم اللي تجرأ على الجزائر وتكلم على الجزائر ويقول باللي احنا عملاء واحنا اللي نتخابروا مع اثيوبيا ضد مصر، واحنا اللي نتعداو على المغرب المغرب، واحنا اللي كذا واحنا اللي كذا. هيا فيصل القاسم، انا نعطيك واحد البداية هنا، يعني نبداو لاني راني في السيارة شوية مشغول، راح نفرغ لكم بعدا فيصل القاسم ومن بعد شوية راح نفرغ لك باش نتكلموا عليك انت يا الدكتور فيصل القاسم. اولا هذا الصفحة تاع المعلومات الشخصية تاع الباسبور تاعك، ربما بعض الناس كيشوفوا هكذا يقول لي فيصل يعني وش من الفايدة كيكون عندنا اسمه اسم يماه واسم باباه في يعني الصفحة نتاع جواز السفر تاعو. كي نقول لك عندنا الورقة هذه نتاع على المعلومات الشخصية تاع الصفحة تاعو، معناه عندنا كامل الباسبور تاعو، كامل الخرجات تاعو، وين راح، مع من تلاقى، وين كنت تدور، كل مطار، كل مكان، كل ميناء دخلت ليه راح يكون بعد هذه الورقة بطبيعة الحال من جواز السفر تاعك. ومانيش غلط، هذا جو السفر تاعك وهذه صورة أصلية باسم الأم وباسم الأب وكل شيء. إضافة الجزيرة، الجزيرة يلي الجزيرة يلي راه ورطك الآن هذا القاسم هذا راه ورطك مع الجزائر، يعني ورطك مع الجزائر، والجزائر ما يستاهل ولحمها مر. دوك يا إما تعملي يا الجزيرة كيما الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ويستقال هذا الصحفي الفاسد والمتصهين والمطبع والعامل، يا اما انت كذلك راح تروحي في الجره، يعني قريب منظم الاتحاد العلماء المسلمين قريب راح في الجره في جره الريسوني. نسلك الان الحمد لله رجعت الامور الى نصابها بيننا وبينهم. الان تبقى الجزيره هذه
هذه وثيقة ومن بعد ننشرها تثبت تخابر الجزيرة بواسطة فيصل القاسم. فيصل القاسم هو كان المخبر الذي ينتقل بين الجزيرة وبين المخابرات المغربية بعد إسقاط صدام حسين. يعني بعد إسقاط صدام حسين كي جات جماعة الأمريكان للعراق اللي كان يتخابر مع جماعة المخابرات نتاع العراق بعد إسقاط صدام حسين، الجزيرة بواسطة فيصل القاسم ووثائق تثبت ذلك وصور كذلك وكل شيء. فيصل القاسم في العراق وقت شرحت وعلاش راحت وطبيعة الوثائق اللي بينك وبين المخابرات وكذلك الأموال اللي كانت تلقاها الجزيرة من العراق بواسطة وزارة الثقافة، 50,000 أورو شهريا، 50,000 أورو شهريا كمكافأة بعد تدمير العراق. هذه الوثيقة الأولى التي تخص العراق، ورانا جايين وثائق أخرى تخص سوريا وتدمير سوريا وتخص ليبيا وتدمير ليبيا وتخص مصر اللي راك تقول احنا اللي رانا رانا نخابروا مع إثيوبيا من أجل ضرب مصر. راح نوريش بالوثائق شكون هو اللي راوي تخابر مع الصهاينة ومع إثيوبيا من أجل ضرب مصر في قضية سد النهضة، وكيف الجزيرة تتكتم على الاعتداءات الإثيوبية على المصريين فيما يخص ملف سد النهضة. يعني وثائق خطيرة أخرى سوف تخرج تباعا يا فيصل القاسم. ها رانا بدينا بالجواز السفر تاعك الصفحة الأولى، والصفحات الأخرى بطبيعة الحال تبين أين ذهبت ومن أين أتيت ومع من التقيت. الوثائق تبين العقود اللي بينك وبين الجزيرة وبين المخابرات المغربية بعد إسقاط صدام حسين، وانت اللي كنت الوسيط بينهما، انت هو اللي كنت الوسيط بينهما باش تدوا هذه الرشوة هدية. لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما، انت اللي كنت ماشي بينهما يا ايها الخبيث باش تروح للمخابرات المغربية يعطولكم الاموال للجزيرة، الحساب الجزيرة على حساب صدام حسين الله يرحمه. هذه وثيقة تاع الأموال اللي من بعدنا ننشرها باش تقدروا تقراوها مليح. نلتقي في مناسبة أخرى إخواني أخواتي، وين راح تسمعوا كتير أمور على هذا فيصل القاسم اللي اختو صهيونية قاضية في العراق حطوها باش تحكم بالإعدام على إخواننا الفلسطينيين، وهي اللي راي تدير أحكام الإعدام على الفلسطينيين. أخت القاسم هادية سوسن، أختك سوسن، يعني في زوج مخبرين، الأخرى تعمل مع القضاء الإسرائيلي وتحكم عليه، يعني أخته تعدم الفلسطينيين دل إعدام للفلسطينيين، وفيصل القاسم هو من عمل للإعدام لصدام حسين والجزيرة، وانت اللي كنت الوسيط بين الجزيرة والمخابرات المغربية التي كانت مخترقة ومسيرة من طرف الصهاينة والأمريكان، يعني الأمريكان والسيونيست هم اللي كانوا يسيروا في المخابرات المغربية. فيصل القاسم وجد روحك تكلمت على الجزائر، قلنا لكم الحمنا مر وما تدناوش لنا، وبالتالي جهز نفسك باش نقسمك على عدة أجزاء يا فيصل القاسم، تماما مثل ما قسمت العراق وسوريا وليبيا والدول العربية، أنت والجزيرة. وهذا إنذار للجزيرة، مفروض بعد هذا الأمر هذا راح يكون إقالة لهذا الصحفي الفاسد في قناة الجزيرة، وما نظنش راح يطول. شكرا لكم إخواني أخواتي، تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الإعلامي المستقل فيصل كرشوش. زي ما انت شفت حبيبنا الكرام، واحد بيتطاول على أسياده هو أصله يهودي وأخوته أخواته يهوديات وأمه من أصل يهودي، وله العديد من الفضائح والجرائم الذي يرتكبها بينه وبين الصهاينة. انت شخص أصلا يعني من البداية، إن عرفت من يوم ما تأمرت على
على أهل أو شعب في دولة الجزائر من البداية إن عرفت أنك خائن وعميل للصهاينة. استخدموك لتنشر الفتنة ولكن خبت أنت والصهاينة. إذا كنت تعتقد بأنك تستطيع بأن تنشر الفتنة لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، لكن تأكد تماما أن أهلنا في الجزائر أسياد الأمة العربية وأسياد الوطن العربي بأكمله وأسياد الشرق الأوسط بأكمله. ستبقى الجزائر عظيمة في نظر الفلسطينيين، سنبقى ندافع عنها بكل ما نملك، سنبقى دوما السند والدرع الحامي لأهلنا وشعبنا في الجزائر، كما هم يقولون دوما أنهم مع فلسطين ظالمة ومظلومة. نحن مع الشعب الجزائري ظالمة ومظلومة، شئتم أم أبيتم نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. عاشت الجزائر وخسئ المطبعين وخسئ الصهاينة وسيزول من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبإذن الله سنصلي في المسجد الأقصى قريبا داخلين فاتحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد تحررت فلسطين من دلس الاحتلال الصهيوني. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. كان معكم العالمي الفلسطيني حسام الحاج. بأمان الله.